لما نيجي نتكلم عن اسم الله الظاهر الباطن، احنا يعني عايزين ناخد معاني الاسم. طبعا هو الاسم ما شاء الله مليان، لو فتحنا فيه كل اسم من اسماء الله الحسنى مجلدات، لكن احنا عايزين ناخد معاني اسم الله الظاهر والباطن في المعاملات وفي حال الانسان مع نفسه. خلينا نقول في مقولة سيدنا عمر بن الخطاب بتقول: عاملوا الناس بما يظهرون لكم والله يتولى ما في صدورهم. يعني مش قضية ظنون وتكهنات وساعات نقول لا أنا متوقع أن ده كذا، أو أنا أظن فيه أنه كذا، أو أنا إحساسي كده. فسيدنا عمر وضحها بمقولة رائعة جدا: عاملوا الناس بما يظهرون لكم والله يتولى ما في صدورهم. المقصود بالمعنى، المقصود ألا تفتش في ضمائر الناس أو نوايا الناس. يكفيك أنه إن جاءك معتذرا فاقبل عذره، إن جاءك بسبب من الأسباب الظاهرة بالنسبة لك فاقبله. قضية البحث والتفتيش قضية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها، ونهى أن نفتش، وأنه لم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يفتش عما في قلوب الناس وأن يشق قلوبهم أو يشق عن قلوبهم. مشهد من المشاهد العظيمة جدا ودرس عظيم جدا سيدنا النبي بيعلمه لنا، سيدنا أسامة بن زيد الحب بن الحب حبيب سيدنا النبي، لما كانوا يحبوا يعني يطلبوا حاجة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا يوسطوا حد حبيب قوي لسيدنا النبي. امرأة المخزومية التي سرقت لما أرادوا أن يتشفعوا لها عند سيدنا النبي فقالوا لسيدنا أسامة: خش يا أسامة كلم سيدنا النبي ما يقطعش إيديه. فغاضب صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ مع أنه حبيبه، لكن الذي بدا من كلامه أنه يريد أن يتشفع في حد من حدود الله ما ينفعش، ما فيش هنا حب بقى، في هنا تقف عند حدك. فسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بيجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعد ما أرسله سيدنا النبي إلى قوم من جهينة، فراحوا فبدا أن رجلا منهم أراد الفرار، فلاحقه سيدنا أسامة بن زيد فأراد أن يطعنه. فلما اقترب سيدنا أسامة منه قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ففهم أسامة رضي الله عنه أنه يقول ذلك تعوذا بيهرب من الموقف عشان ما يقتلش، فقتله، طعنه، قال: فقتلته أو فطعنته فقتلته. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حدث كيت وكيت، وهذا الرجل أراد كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم غاضبا: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، هو فقط عايز يهرب من الموقف. قال: أشققت عن قلبه؟ إني لم أؤمر أن أفتش عن قلوب الناس أو أشق عن قلوبهم، كيف لك أن تقترب من رجل قال لا إله إلا الله؟ كأنها حجاب بينك وبينه. حتى لو الموقف واضح أنه ممكن يكون بيحمي نفسه فعلا فبيقول لا إله إلا الله. فهنا بقى المقولة المشهورة لأحد سادتنا من أتباع النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من خدعنا في الله انخدعنا له، من خدعنا في الله انخدعنا له. يا أخي، هو بيحاول أن يخدعك. الله تعالى في القرآن الكريم، ودي قضية تسليم، لو أنت عندك يقين بالله، قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيش إنسان هيمكر بيك وربنا سبحانه وتعالى هيسيبه أبدا، والله الذي لا إله غيره، إن الله تبارك وتعالى هو المحيط بكل شيء، الذي يعلم يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. فيا أخي سلم لله، خدعك في الله انخدع له، ما في مشكلة. مش احنا لنا موعد مع الله سبحانه وتعالى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، سلم أمرك لله. المعنى ده يا شيخ عيد لو بس أسسنا جوانا هيشيل من عندنا يعني زي ما بنقول صداع جامد جدا في المعاملات وفي أمراض العلاقات. أمراض الدنيا بالظبط، يعني أمراض الدنيا والله بتحدث لأناس ما شغلهم إلا الفكرة، فكرة هذا بالزبط. يمكر بي
وهذا يسيء إليه، ده ما يقصدش كذا، ده يقصد كذا، الله يفتح على حضرتك. فسيدنا عمر حلها، يعني أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. الفكرة أن في اسم الله الظاهر الباطن، يعني لما نيجي ناخد مدلوله أن ربنا بيظهر لك القدر المناسب في الوقت المناسب اللي متناسب مع قدراتك. المعلومة دي هي رزقك المفروض تعرفها دلوقتي، والمستخبي ما تدورش وندعبس وراه زي ما بنقول، لأن فعلا ربنا قايل قاعدة أمر مباشر: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. لما تيجي مسألة من المسائل قدام حضرتك بخلاف الأمور التي تستوجب الأمانة في التحقيق، طبعا دي هندخل لها بعد توضيح الفكرة دي. يعني أنا أفهم أن الإنسان الذي يريد أن يحيا حياة سليمة لا يمرض نفسه بقضية التدقيق في نوايا الناس، وربنا قال كده: إن بعض الظن إثم. في ناس بتتحمل آثام عظيمة جدا فقط بسوء الظن، ويتعامل مع كل إنسان على أنه كان يريد الأذى، كان لا يحبني، هذا كذا هذا كذا. يا أخي صف قلبك زي ما حضرتك تفضلت كده، الإنسان بطبعه ما في قلبه ينعكس على سلوكه. اللسان مغرفة القلب. يعني اوعي تتخيلي ان واحد لما يجي يقول لك معلش ما تزعلش منه اصل هو مدب شوية في الكلام، هو مش مدب ولا حاجة، هو ده حقيقة اللي في قلبه. ولما يحصل موقف وتلاقيه موقف ربما يكون حتى فاهم غلط، وتلاقيه يقعد يرص لك من الاتهامات ومن كذا ومن كذا ومن كذا: قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي قلوبهم أكثر. ده دي منحة من الله، أن ربنا بيظهر لك حقائق الناس. وما تزعلش لما يحصل موقف زي كده وربنا يظهر لك حقيقة اللي حواليك، مش كده ولا إيه؟ لأنه الإنسان دائما وأبدا على دين، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكرة احنا ساعات الجزئية دي مش بنعرف ننفذها قوي يا شيخ عيد، بقول انا هبقى على عمية، مفهوم فكرة ان انا لا عشان ما يضحكش عليا، فبنعتقد ان دي الذكاء والنصاحة في التعاملات، وشايفين غير كده هتكون انها نوع من السذاجة. عايزين نعرف الموازنة في الموضوع ده، الجزئية اللي حضرتك اتكلمت عنها، ان في امور لا انا لازم اتحقق منها، هو مش المؤمن كيس فطن، فالموازنة دي. اولا استفت قلب، بس هتستفتي قلبك وقلبك عامر بالإيمان. لأن مش أي قلب. في معادلة طبعا بالزبط. في معادلة جميلة قوي ربنا قالها في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى تفكر ان كل الرزق مال، الرزق ستر، الرزق سمعة طيبة، الرزق زوجة صالحة، الرزق ولد ما يتعبكش ما يبقاش عاق، الرزق أم وأب حنينين يعينوك على برهم، الرزق جار ما يأذكش. الرزق ده كلمة كبيرة قوي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، اوعى تتخيل انك لما تفوض الامر لله، هو ليه ربنا في القرآن الكريم قال له كده: فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. لان من فوض الى الله امره نجاه الله سبحانه وتعالى، وان كادت له اهل الارض جميعا، وان كاد له اهل الدنيا كلهم. شوفي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ابن عباس لما قال له: تعال أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله يحفظك الله تعالى، يحفظك من المكر ومن الشر ومن سيء الظن ومن الكاذب ومن المخادع ومن اللصوص ومن كذا ومن كذا، احفظ الله تجده تجاهك. الله أكبر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالتسليم والعلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، زي ما سيدنا عمر كده واحد بيقول له: يا عمر إذا كان ربك يرمينا بسهام القدر فكيف النجاة؟ ده ربنا قال: كن بجوار الرامي تنجو. الله.
سبحان الله، معاني يعني لو ندركها حقيقي فعلا، مش مسألة ان هي كلام بنقوله لا، مسكنات. تطبيق هو عايز بالظبط، هو عايز تطبيق وعايز اقناع للعقل وان احنا نعيش بالمعنى. أحسن. يعني مسألة علشان نوازن ما بين اسأل عن ايه وما اسألش عن ايه، وامتى اكون كيس فطن باخد بالاسباب فعلا. نعم. وامتى اكون لا، ان انا بقيت زي ما بيتقال كده ده طيب فيضحك عليه. لا. الموضوع بعيد تماما عن كده، احنا بناخد بالاسباب بدون ما نكلف نفسنا فوق وسعها. وعزتي وجلالي لأدبرن الأمر لمن لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل. أكم من مخدوع أو زوجة مخدوعة أو صديق مخدوع في صديقه أو صديقة مخدوعة في صديقتها، أكم من لطف الله سبحانه وتعالى في أمور لو فكرت فيها والله لا تحدث، وربنا يكشف لك الأمور ويحدث موقف يكشف لك هذه السرائر. من الذي كشف لك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فتحمد الله انه زي ما ربنا سبحانه وتعالى كشف لسيدنا النبي المنافقين ونزل سورة اسمها سورة المنافقون ايام سيدنا النبي، لان المنافق ده اخطر على الأمة من الكافر، اخطر على الأمة من عدوها، لانه يعرف سرك ويعيش معك ويأكل من طبقك ويعلم عنك ما لا يعلمه غيره. سبحان الله، كمان في ناس ربنا يعني بيمنعهم ان هم يعرفوا حقائق لحد ما يموتوا ما يكونوش عرفوها، وده ربنا علم قدراتهم. فربنا الله ما اظهر لهمش حقائق معينه كانت هتأذيهم وهتضرهم في حياتهم اكتر. لما نقرا سوره الكهف يوم الجمعه مش بنمر كده واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الأبوين دول تخيل يا دكتورة، عاشوا وماتوا وهم ما يعرفوش مين اللي قتل ابنهم وليه ابنهم اتقتل. يعني مش كل الحقائق وحتى وإن كانت فيها لطف ورحمة وخير لازم ربنا يظهرها لك. من كرم ربنا انك ما تعرفش. هل تتخيل ان سيدنا الخضر هذا الولي الصالح، هذا الرجل عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، الرحمة تسبق العلم. تخيل يجي من اخر الدنيا ويمر بكل هذه الظروف عشان يروح ياخد الولد ده اللي كان هيكفر ابوه وامه فيذبحه، وسيدنا موسى يقول له أقتلت نفسا بغير نفس، ازاي تقتل نفس بريئة؟ ولم يفهم حتى اظهر الله له هذه المعادلة. القضية قضية تسليم، انه ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك الامر، اسمه مدبر الامر. زي ما حضرتك قلت ان سبحان الله اهل الطفل او الغلام اللي اتقتل. نعم. وطبعا دي في النهايه كانت يعني اقدار الله، ربنا بيعلمنا يعني ايه مفهوم القدر واللطف بيه، فكان محرك سيدنا خضر هو الله سبحانه وتعالى واوامر مباشره، امر وحي. فهي الفكره ان اهله ما عرفوش، احنا اللي عرفنا علشان. نعم. نعتبر من القصص عشان نسلم، علشان نتعلم فعلا. نعم. تسليم. فخلينا نقول يا شيخ عيد ان مساله ان احنا مطالبين عشان نظهر حقائق مجرد الاخذ بالاسباب بالمناسبة. في ناس بتعتقد ان انا لما اقعد اتجسس، وطبعا كلمة تجسس دي هي بتبان كبيرة لكن هي حقيقة بتتعمل. نعم. لما امسك مثلا موبايل جوزي، لما اتتبع حد، ده اسمه صور من صور اكيد يستورك. التجسس. المعاني دي بتقول ما انا عايز اعرف عشان ما اخربش بيتي. جميل. الظاهر انه خير لكن الباطن ربنا خفي لك حاجة معينة ما ندعبسش وراها.